نعم. يقول الشيخ: ثم الحق الذي عليه سواء كان الحق لله عز وجل أو الحق للآدمي لا بد أن يخل ببعضه أحيانا، لا بد أن يقصر فيه، وما من شخص إلا وعنده تقصير. وقد نبه العلماء رحمهم الله تعالى أن من ظن في نفسه أنه لا يخطئ وأنه لا يذنب فإن هذا أول هلاكه وأول علامة من علامات عدم إصابته. ولذلك فإن من رحمة الله عز وجل على العبد أن يكون له ذنب ويعرف ذنبه. إن من رحمة الله عز وجل على العبد أن يكون لك ذنب وأن تعرف ذنبك. وقد جاء عن إياس بن معاوية رحمه الله تعالى قال: إن العاقل الذي يعرف عيب نفسه. فقيل له: وما عيبك يا إياس؟ قال: كثرة الكلام. ولذلك فإن المرء إذا عرف ذنبه فإنه يستفيد أمرين: تصحيح ذلك الذنب بالتوبة والإنابة والاستغفار، والأمر الثاني تحقير نفسه وعدم تعظيمها وتذلله بين الجبار جل وعلا. فإن لكل امرئ ذنبا، ولكن المنافق أحيانا إذا عرف ذنبه تصاغره، والمؤمن إذا عرف ذنبه تعاظمه. وقد جاء في الأثر أن المؤمن يرى ذنبه كالجبل يكاد يسقط على رأسه، والمنافق يرى ذنبه كالذباب يأتي على وجهه فيقول به هكذا فيذهب. ولذلك فإن المسلم يعنى دائما بقلبه ويعنى بأعماله، والذنب ليس معناه ارتكاب محرم صريح، بل قد يكون تقصير في أمر من الأمور كما ذكر الشيخ، إما بترك مأمور به أو بفعل منهي عنه، فالذنب يشمل الأمرين. نعم.